احتفاء بعيد الميلاد المجيد أحيت مطرانية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس أمسية للتراتيل والترانيم أحيتها المغنية الشابة ميشيل بهنان على مسرح يوحنا إبراهيم في حلب. بنجتمع اليوم نحن والشعب الطيب حتى نحيي أمسية ميلادية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. بنعرف أنه عيد الميلاد هو عيد ميلاد ملك السلام، سيدنا يسوع المسيح اللي إجا بشر العالم كله بالسلام وقال سلامي أعطيكم سلامي أستودعكم. السلام الحقيقة هو اللي ناطرته البشرية واللي عم تفقده للأسف يوم بعد يوم بإرادة كثير من القيادات الشريرة اللي عم يقودها الشيطان، ولكن برسالتنا اليوم بترانيمنا اليوم الترانيم الإلهية اللي راح ترتبها وترتلها إحدى بنات سورية الوفيات مدينة القامشلة الصامدة، هذا الريسيتال منوجهه مثل عربون شكر ووفاء لسوريا لجيشنا العربي السوري لشهداء الكلية الحربية لشهداء غزة أطفالا ونساء وشيوخا وكل الأبرياء في العالم اللي عم يسقطوا على مذبح الحق. نطلب من الرب أنه يحل أمنه وسلامه في العالم وخاصة في بلدنا وفي منطقتنا الجريحة المنكوبة، وبالتأكيد نثق أن الغلبة الأخيرة هي للحق ولأصحاب الإرادة الطيبة. أنا كتير سعيدة أني أجيت من القامشلي لحلب لحتى شارك مع أهل حلب فرحة الميلاد بتراتيل وصلوات باللغة السريانية اللي هي لغة المسيح، وهذا الشيء كتير بيعني لي، هو شيء كتير كبير أني رتل قدام أهل حلب يلي هن ناس ذواقين للفن وللموسيقى في تراتيل شبحوا الهوقولو سبحان الكلمة وتراتيل حزلان كوكو باهورو، وكمان مدلة الميلادية هي بالأخير تراتيل منوعة للميلاد باللغة العربية والسريانية. بتمنى الناس تفرح وتعيش الميلاد وإن شاء الله أقدر بصوتي فرحهم ويعيشوا لحظات حلوة، وكمان يكون هالميلاد سنة خير وفرح وأمان على بلادنا العربية وعلى كل العالم يا رب. تضمنت الأمسية باقة من التراتيل باللغة السريانية والعربية بأسلوب تنوع بين التراتيل التأملية والتراتيل الخاصة بعيد الميلاد. أكدت هذه التراتيل على قيم التمسك بالأرض والدفاع عنها والحفاظ عليها، وكان القسم الأكبر من الأمسية تراتيل باللغة السريانية لغة السيد المسيح رسول المحبة والسلام. أمسيتنا اليوم أمسية خير ومحبة وسلام بميلاد يسوع المسيح. طبعا نحن قبل كل شيء رسالتنا بهالعمل أنه يكون عملنا مليان خير ومحبة ورجاء لسنة جميلة طبعا بقدوم رأس السنة الميلادية. بهالرسيتال اشتغلنا بأنماط متعددة موسيقيا وبلغات متعددة سريانية عربية. طبعا المرنمة ميشيلا طبعا ما عم بتقصر، عم تبدع بالموضوع. ترانيمنا منفصلة، في منها موزع بأنظمة أوركسترا، في منها موزع بأنظمة بيانو، فرح تسمع خلال الأمسية ترانيم جدا جميلة بإذن الله من ناحية الموسيقية ومن ناحية الترنيمية. طبعا أهمية حلب بالموسيقى والفن، يعني هي طبعا ما أكيد أنا أصغر من أنه أعرف عن حلب وأهميتها الموسيقية إن كان شرقيا وإن كان غربيا. يعني طبعا بشرقيتها تشتهر وبقدودها وبكل ألحانها إن كانت من أناشيد دينية إسلامية وإن كانت من أناشيد مسيحية طبعا وإن كانت من أنماط غربية. نحن هون بحلب نتضمن التنوع العام، وعنا الموسيقيين، يعني نحن بيقولوا عنا بحلب الموسيقي بيطلع عنا بالفطرة. مع مجيء ميلاد المسيح ملك المحبة والسلام، الدنيا كلها عم تتحضر لمجيئه، لأنه هو اللي إن شاء الله يجيب لنا السلام لكل بلادنا ويعم الفرح والراحة البال والأمان،
وهالأمسيات الحقيقة هي اللي بتخلينا نفرح، هو الفرح أهم شيء. اليوم جينا لنحضر هالأمسية المرنمة، نرتل ونصلي سوا على نية أنه يحل السلام والأمان بالعالم أجمع. اليوم المرنمة ميشيلا حلقتنا بأجواء الميلاد لنشعر بفرح الميلاد، لنستقبل طفل المغارة يسوع، ومنقول للعالم أجمع كل عام وأنتم بألف خير. كل الشكر للمرنمة ميشيلا أنه أجت لحلب لتشاركنا أفراح الميلاد. نتمنى أنه الكل يكون انبسط بهالأمسية، وكانت أجواء حلوة ومليانة فرح وسعادة لكل الموجودين معنا اليوم. نتمنى أنه تكون المرنمة كمان قضت وقت حلو بحلب، حلب المعروفة دائما أنه دائما تستقبل كل الحضور ليجوا يشاركونا فرحنا. وكيف إذا كان هالفرح موجود معنا طفل المغارة يسوع، بحب أعايد كل العالم أجمع بحلب وخارج حلب وبكل العالم. تمثل الأمسية رسالة تضامن ومحبة وسلام من الشعب السوري الذي حارب الإرهاب وعانى من ويلات الحرب والحصار، إلى الشعب الفلسطيني وأهالي غزة الذين يواجهون العدوان الوحشي الإسرائيلي المدعوم من الغرب.